ورحمة الله وبركاته. رفيق وحيد مدافعا عن سليماني يستاهل ان يدير له تمثال. تعالوا نسمع ماذا يقول رفيق وحيد. اتمنى اخواتي جاموا ابوني لايك واشتراك فضلا وليس امرا. هيا بنسمع. تذكر انه في وقت المدى كان من بروبلم صرا بين سليماني جاء لبوك لارير غوش بوزي غولان هو اللي حكم بالكرة هو اختار لا ديسيزيون يمدها لبوزبوز وسليماني حب يهضر مع بوزبوز باش يلف الضربه وما خلاش بوزبوز وصار وصار مشكل. المشكل عاود تعاود سليماني ديما حاضر تعاود تعاود مش تعاود من جديد. مي والصلاحيه انا المشكل اللي صار تما انه سعيد بالرحمه حب يكسب الفيفا وجابوا له البينالتي حب يسدد وسليماني حاب يكمل يواصل في تحطيم الارقام رقم القياسي تاع رقم الشخصي تاعو. هاو الخلاف اللي صرا هو راح ينحي له الكره ولكن قالها من بعد قالوا انا لو ديزيام تيرور ابري ديزيني ابري رياض بحال هذا من حقه نحى الكره. اوروزمون كو سعيد برحمه مور ما سجل الهدف ما صارش شي شكل. انا كنت نعتقد انه تحبس على لو كنت نعتقد انه تحبس على لكي تكلمنا صح في الكوليس شي قلت لي بارك لا رياكسيون تاع سليماني من بعد شي باي لي ديكلاراسيون يعني لي قالهم سي فري لي قالهم ولكن وي انا كون جيت براسو لاعب نحبس هذا جو سوي دو دوزيام تيلور ولكن فوق يعني نفهم اللاعب ما كاينش قليل من الاحترام لهذا اللاعب قليل من الاحترام باسكو سي تاع الماء ويتفاعل سيد بدا كما قال من عين بني ادم يعني انا بدي نديرو له مونيمون ان جوار اللي عنده ثقه في النفس طموح كبير ويخدم بجد وعنده قناعه انه يوصل للمستوى العالي حتى ملي كان بعين بنيان وطلع للشراكه وجا السيار بي كريتيك اللي كانوا وقعد واثق من نفسه. مانيش نقول لك هو احسن لاعب في الجزائر نو مي يوتيل في كيب ناسيونال شوف راح ليترونجي لعب في اوروبا وما حبش يروح للخليج على اساس انه الخليج تنقص لك من المستوى ما تبعش الاموال تبع له شالونس سبورتيف. اليوم يلعب في البرازيل في اعتقاده انه البرازيل احسن من قطر كل واحد كيفاش يشوفها ولكن نبقى ناكورديها لانه بلد كره القدم وراه ما خيرش يروح يعني يربح اموال. شوف الباركور تاع اسلام سليماني لوجيكمون يستحق منا تمثال هذا اسلام سليماني بري امبورت اين با لو جيسيفي بري امبورت عقليته بري امبورت عقليته محتاج ولكن دو باري دوتر لازم نكونوا جوست دو باري دوتر لازم حتى الشعب يقدر هذا الانسان. علاش كاين دو بوي دو مزيور بوركو سليماني اي با ان اوتر جوار با اون اوتر بيرسون لا علاش هاد العشر نمو على 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 اسلام سليماني صح بوركو الى اسكو لا دوني الفوتبول وي ولا عنده هدف دانا سي قلت انا كون غير ما هضرش سليماني ني با دي راني معاك مي سي تانات اليوم يعني انا نفضل انه الجماهير تقدر الرياضي اللي مد الفوتبول على الاقل ما تقدر الرياضي. لو كنت انت لاعب سي سمير حوم لو كنت انت بلاصتو وديتنا الدوزيام تاع كوب دي مون هيستوري انت هداف المنتخب الوطني لكل اوقات وكان عندك اهداف حاسمه ويعني معك المنتخب تطور ومشرف على المنتخب ويتعامل معك بتلك الطريقه اكيد ممكن انا ما حبيتي تعالى برك على وي انا لا تكنيك سبيكاسو نحط روحي بلاصتو اوني با داكور مش راني ندير مون سليماني قلت لك مكانو نحبسها دوزيام تيرو ديزيني تحبسها هنا صح مي باش نفجر ورد سيكو لو ماشي لو كار